طيب، ما عندي قصة صراحة، عندي سالفة، لكنها سالفة قانونية، يعني قصة قصيرة يعني، لطالب في المرحلة الثانوية خلونا نسميه خالد. خالد أرسل مقطع إباحي لزميله إسماعيل، مع الأسف الجوال ما كان مع إسماعيل، كان مع أم إسماعيل. شافت المقاطع في الواتساب تجننت، يعني جن جنونها، وتوجهت مباشرة اليوم الثاني لإدارة المدرسة. وللأسف إدارة المدرسة يعني ما تجاوبوا معها بالشكل اللي يشفي غليلها، فخرجت على مركز الشرطة وفتح محضر واستدعي خالد اللي أرسل هذه المقاطع. طبعا خالد أنكر تماما، يحلف بالله أنه ما له علاقة في الموضوع. أم إسماعيل قالت للضابط أنه الرسائل مرسلة من رقم جواله. طبعا صحيح أنه الآن خالد هو متهم أو مدعى عليه، وعبء الإثبات مو عليه، ولكن القاعدة تقول أن الإنسان مسؤول عما في حوزته ومسؤول عما تحت يديه. فبالتالي لو صدرت مخالفة من جوالك أو من سيارتك أو من بطاقة الصراف أو الحساب البنكي حقك، بالتالي أنت المسؤول عن هذه المخالفة، مو أنت اللي سويتها. والله جوالي مع الأولاد، جوالي مع أخواني، عليك عبء الإثبات، لأنك أنت الآن مدعي خلاف الأصل. يعني تحول الموضوع من كونك مدعى عليه إلى مدعي تدعي أنه مو أنا اللي أرسلت، لأنه عندنا الأصل أنه المقاطع خارجة من جوالك، ما علينا. أنكر تماما عند الضابط، وحيلت الأوراق للمعاملة للنيابة، أنكر عند النيابة، وحيلت القاضي، أنكر عند القاضي. القاضي حكم عليه بسجن 6 أشهر، وطبق عليه المادة النظامية التي تنص وتقول يستحق السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن 3 ملايين. كل من، ركزوا يا إخوان في المادة هذه، كل من أعدت، صورت، منتجت، يعني أنتجت، كل من أعد أو خزن أو نشر، طبعا المادة مو بالنص لكن بهذه المعنى، أو نشر ما من شأنه المساس بالآداب العامة، سواء مقاطع إباحية أو غيرها، صورتها، أنتجتها، أو نشرتها، أو خزنتها. وهذه نقطة ترى يعني قلة اللي ينتبهوا لها، ترى لو خزنتها جريمة، ما نشرت، خليتها لي جريمة. وهذه دائما يقع فيها مين؟ من يضبط جواله في جريمة أخرى. طب أعطيكم معلومة كذا من تحت الطاولة، أخاف أندم إخوان، من الوسائل التي يستخدمونها بعض المحققين في النيابة العامة، بقول يلا بس ما بنزلها في التيك توك، هذه بيننا خلاص. حكم على خالد ب6 شهور سجن، ثم استأنفوا أهل خالد، وصلت القضية للاستئناف. للسناف أيدوا 6 أشهر مع إيقاف نصف المدة. وهنا بعض الحين يا إخوان أقول لكم، دائما الإنسان لا يلجأ إلى إنكار، دائما بعض الحين يلجأ إلى وسائل أخرى مثل طلب القاضي الرحمة والتخفيف وما إلى ذلك، خاصة إذا كانت القضية ركبت كركبتك، يعني 100% ستدان. أبو خالد نزل مع القضاء وبين لهم يعني إنه 6 أشهر راح تفوت مصلحة كبيرة على ابنه من ناحية يعني التقديم على الجامعات، اختبار التحصيلي، ما إلى ذلك، حتى المشايخ يعني رأفوا بحاله ورأوا أن المصلحة أنه يعاقب 3 أشهر دون 6 أشهر. اللطيف في الموضوع، أتذكر أبو الولد كان حريص جدا على أن المعاملة تتم بأسرع طريقة ممكنة، كان حريص على أن الولد ينسجن اليوم قبل بكرة. ليش تتوقعون؟ لأنه ذكرت لكم أنه الولد في ثالث ثانوي، عمره 18، وانتم تعرفون الأحداث إلى آخر يوم في عمر 18، والسجن يكون في سجن الأحداث. هو كان في منطقة الباحة، ما كان في سجن أحداث، فينقلونه إلى الطائف. سجن الأحداث في الطائف أو سجن الأحداث عموما يعني يختلف عن السجن العام. أول شيء كلهم بنفس مرحلة العمرية وأقل. الشيء الثاني، يا رب الموسيقى هذه ما تبان عندكم، إن شاء الله أنها ما هي واضحة. الشيء الثاني أنه يعني سجن الأحداث يبقى سجن يعني منظم، يكون فيه برامج تربوية، والشاب يستطيع أن يكمل دراسته وما إلى ذلك، بعكس اللي راح السجن العام وراح يكون أصغر واحد في السجن العام، يعني اللي جنبه ممكن يكون عمره 40 والثاني يكون عمره 50 وما إلى ذلك. فكان الأب حريص، مع أنه السجن سجن، يبقى سجن سواء أحداث أو غيره.